السلام عليكم أصدقائي. ألوغ، الموضوع ديال اليوم هو كورونا فيروس والجانب النفسي. كنمروا جميعا بواحد الأزمة نفسية معنوية اقتصادية اجتماعية، لكن خصنا نتحلوا بعض الخطوات باش نحاولوا نتخطاو إن شاء الله لهذه الأزمة ونتعداوها ونمروا بها بأقل الأضرار. أول حاجة كنصح بها هي نحاول ديما ما نقلبش على المعلومات ديال كورونا، ماشي كل دقيقة نشد التليفون ديالي ولا التلفزيون كنحاول نعرف شحال العدد وصل، شحال مات من واحد، غادي نمرض، غادي يولي عندي واحد الهاجس وغادي نتأثر نفسيا. نحاول مرة واحدة في النهار ندخل نشوف المعلومات ونخرج. ثاني حاجه نحاول ما يكونش عندي واحد وقت الفراغ باش ما نفكرش في كورونا فيروس. وقت فراغ نحاول نملؤ بزاف ديال الحوايج اللي كتعجبني في الحياه، كاملين عندنا هوايات، غادي نصنت لواحد الموسيقى، غادي نصنت الموسيقى، نصنت القران، نحاول نقرا واحد الكتاب، نتفرج في فيلم، نحاول نتعرف على افراد العائله ديالي من جديد، نحاول نطيب شي حاجه زوينه، نحاول شي حاجه زوينه في حياتي، نحاول غير نفكر بيني وبين راسي، نرتب الافكار ديالي، نرتب الحياه ديالي، شنو باغي ندير في الحياه. كما قلت لكم هذه فتره وازمه صعيبه.